بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسيدات والأنسات والسادة المتدربات والمتدربين في هذا الدرس الأسبوعي الثالث من هذه الدروس التي تقدم عن بعد في إطار تكوين عن بعد برمضان الأبرك، بعد أن وقفنا في درسين سابقين حول محور تدبير التغيير. الأسبوع الأول كان مناسبة للحديث عن تدبير التغيير وفق ونموذج الخطوات الثمانية لكوتر، والأسبوع الثاني كان حول تدبير التغيير إعادة إعداد وقيادة الإصلاح في المؤسسة التعليمية. وهذا الأسبوع إن شاء الله سوف تكون لنا فرصة الحديث عن مقاربة آجيل لقيادة التغيير. أما الدرس الأخير في الأسبوع المقبل إن شاء الله فسوف يكون حول الدافعية والاستباقية والتجديد والتعلم المؤسسي، أي تكامل الأدوار من أجل مرافقة جهود التغيير. دائما قبل الانطلاق في هذا الدرس لابد من التأكيد طبقا للأمانة العلمية أن هذه الدروس مقترحة في إطار تكوينات قام بها خبراء من مجموعة البنك الدولي لفائدة الأطفال العليا لوزارة التربية الوطنية، بتصرف أحيانا يكون شديد وأحيانا يكون قليلا. إذن على بركة الله، درس اليوم هو مقاربة أجيل لقيادة التغيير، ونسعى من خلال هذا الدرس لتحقيق الأهداف التالية. الهدف الأول، سنشرح لماذا يتم استخدام مفهوم لاجيليتي بشكل متزايد لقيادة التغيير. لاجيليتي لماذا لم نقدم له ترجمة عربية، تركناها لاجيليتي آجيل. ثم نحدد الوسائل والأدوات التي تعتبر آجيل تدخل ضمن مقاربة آجيل. ثم أخيرا مقترحات حول التفكير في أهمية استعمال هذه المقاربة بقطاع وزارة التربية الوطنية، قطاع التربية الوطنية، وأساسا بالمؤسسات التربوية والتعليمية بالقطاع. إذن هذه هي أهداف ثلاثة التي سعى هذا الدرس للوصول إليها. بداية نطرح سؤالا مركزيا، وهو لماذا نتحدث اليوم عن أجيليتي في قيادة التغيير؟ علما أن قيادة التغيير وتدبير التغيير استعملت فيه العديد من المقاربات على مر التاريخ، ولكن اليوم أصبح الحديث بشكل قوي عن مقاربة أجيل وكذلك عن الأجيليتي. إذن هذا هو السؤال المركزي الذي ننطلق منه لكي نجيب عنه من خلال المحاور التالية في هذا الدرس. أولا لابد من أن نتحدث عن مصادر هذا المفهوم وعن مبادئه. أولا، كلمة آجيل تعود لغويا، إذا أردنا أن نترجمها، إلى مفهوم الرشاقة والخفة في الحركة، agility بالإنجليزية، وهي على العكس من طبيعة الحال حالة الخمول أو الكمون في الحركة العامة للأجسام أو كذلك للأنظمة والشركات والمؤسسات الآخرة. إذن كلمة أجيل هي لها علاقة بالرشاقة والخفة والمرونة في التعامل. من هذا التصور اللغوي الصرف نمر إلى أن أجيل هي منهجية أو مبادئ في علم تطوير البرمجيات. طب هذا مصطلح يأتينا من عالم البرمجيات، عالم المعلومات.
يتم من خلالها إنشاء وتطوير البرمجيات من خلال جهود التعاون داخل فريق عمل معين ومتعدد الوظائف ذي تنظيم ذاتي حسب ويكيبيديا. هنا يتضح أن إدارة أو علم الإدارة على مر الزمان يمتاح مصطلحاته ومفاهيمه ومنهجياته من العلوم التي تعايش. والعلم الأخير هو علم البرمجيات، لهذا وجدت علوم الإدارة في هذا المجال من أجل أن تمتح منه مصطلحاتها ومفاهيمها. إذن فهو موجود في الأوساط التقنية وفي شركات تطوير البرمجيات كنوع من أدوات الجذب لعملائها المتعطشين لكل ما هو جديد وعصري. إذن فهو مفهوم مستمد من تكنولوجيا المعلومات. وبالتالي فالآن نفهم بأنه هذا المصطلح يأتي من عالم المعلومات ويدخل إلى عالم الإدارة. الآن نبحث عن هذا المصطلح ضمن علوم الإدارة في إطار بطبيعة الحال التثقف بين العلوم والمعارف والمشاريع. الأجيليتي في التدبير الإداري هي قدرة المؤسسة على رفاهية عملائها وموظفيها مع تكييفها في الوقت المناسب لكل التغيرات التي تطرح في بيئتها. ثم هي قدرة المنظمة سواء كانت مؤسسة شركة على الاستجابة للتغيير، استجابة سريعة للتغيير، سواء تغيير داخلي في هياكلها في طريقة اشتغالها في عملها أو الخارجي البيئة المحيطة المشاكل السياسية والاقتصادية والبيئية والوبائية التي قد تحيط بهذه المؤسسة. وهذه الاستجابة للتغيير تكون بشكل مستمر من خلال النهج التعاوني بين أعضاء فرق العمل داخل هذه المؤسسة. ومتكيف لأنه يتكيف مع جميع الوضعيات التي قد تحصل، ومتجاوب وبشكل متكرر ونقصد بشكل متكرر وهو دائما المحاولة الخطأ الصواب إلى آخره. دائما نعيد المحاولة ونتسامح مع الأخطاء، وبطبيعة الحال كما سنرى فمقاربة أجيل متسامحة مع الأخطاء وتسمح بالأخطاء لأن الخطأ هو بوابة للتعلم. إذن خلاصة القول أن هذا المفهوم له علاقة بالرشاقة والخفة والمرونة. لا ينبغي أن تكون المؤسسة منظمة بصفة عامة متصلبة متشنجة، وإنما لا بد أن تكون لها نوع من الخفة. هذه الخفة تسمح لها بالاستجابة السريعة لكل الظروف سواء كانت داخلية أو خارجية، وأن تشتغل بشكل مستمر وفق تعاون الفرق وتتجاوب مع كل التغييرات البيئية. إذن هذا باختصار ما يمكن أن تحدث عنه في الجانب اللغوي والتعاريف الأولية، وإلا نحن مع تعاريف أخرى. نمر الآن إلى دائما في إطار المصادر إلى أن الأجيليتي هي منهجية أو طريقة لإدارة المشاريع البرمجية وغير البرمجية تركز على بناء المنتج على عدة مراحل وبفترات زمنية قصيرة.
وتولد كل مرحلة منتجا متميزا عن سابقه بخصائص إضافية. تحديثات اليوم كتشوفوه على مستوى البرمجيات وعلى مستوى التكنولوجيا أنه دائما نسخة واحد، نسخة اثنان، نسخة ثلاثة في الهواتف الذكية، ودائما النسخة اللاحقة دائما تكون لديها امتيازات مختلفة عن السابقة، والعميل أو الزبون هو دائما يجري وراء هذه التحديثات لهذه البرمجيات. طب الحال، ويعتبر هذا المنتج المحلي المرحلي عفوا منتجا حقيقيا يستطيع الزبون أي العميل التفاعل معه، والغاية من ذلك هو تقريب المنتج للزبون لقياس رضاه بمراحل تطور منتجه. إذن هذه الأجيليتي كما تلاحظون هي تنطبق كمنهجية على العديد من الشركات، سوف نذكر بعد قليل بعض الشركات التي نراها في حياتنا اليومية، وهي مختلفة، هي منهجية لإدارة المشاريع، وطبيعة الحال لها مميزاتها، أكيد أنه لديها الكثير من النقائص لن نتحدث عنها. إذن بقي لنا قضية مفهوم الأجيليتي أو أجيل، التي يمكن أن نترجمها كما سبقت إشارة إما إلى المنهجية الرشيقة أو الإدارة المرنة، ولكن نفضل أن نبقي على مصطلح أجيل أجيليتي، لأنه في الحقيقة لا يمكن الاطمئنان إلى أي ترجمة عربية لهذا المصطلح. نتحدث الآن عن عالم فيكا بالفرنسية أو فويكا بالإنجليزية. نشأ الحديث عن مضمون مفهوم عالم فويكا فويكا وول من قبل الجيش الأمريكي عام 1989 في أعقاب الحرب الباردة لوصف العالم الغامض شديد الاضطراب والتقلب، وسرعان ما أنتج هذا المصطلح أو ما انتقل هذا المصطلح إلى عالم الأعمال في ذلك الوقت. بينما لم يطلق كمصطلح بمسمى عالم الفوكا إلا في أواخر التسعينيات. تعريف عالم الفوكا أنه مصطلح تم نحته من الأحرف الأربعة للكلمات الإنجليزية أو الفرنسية فوتاليتي، عدم يعني التقلب، وعدم اليقين بالفرنسي انسيرتانتي، والغموض لامبوغويتي، والتعقيد لكمبليسيتي، ويستخدم للتعبير عن العمل في بيئة يصعب السيطرة عليها لاتصافها بتلك الأربع صفات. إذن هذا كأرضية معرفية للدخول إلى الأجيليتي. فمصطلح فويكا قلنا يتكون من أربعة عناصر أساسية، وهي أولا التقلب فولاتيليتي، وهو يشير إلى حجم التغييرات المتسارعة والكبيرة وغير المنضبطة بزمن مثل اضطرابات الأسعار وتقلبات الأسعار وتقلبات الأسعار الأوراق المالية ونحوها، وهو بطبيعة الحال عالم الذي عرف بطبيعة الحال في بداية القرن 21، وهو التقلب المتسارع للعديد من الظواهر، سواء تعلق الأمر بالعملات أو بالأسعار أو بالعرض والطلب. ثم العنصر الثاني وهو لانسيرتان، وهو يعبر عن حالة نقص المعلومات بشأن الواقع الحالي أو الأحداث الحالية وهما سيترتب عليها من الآثار. فبطبيعة الحال من الصعب معرفة متى تنجلي الأزمة، مثلا ما نعرفه اليوم في كوفيد 19 لا أحد يتكهن متى سوف تنتهي هذه الأزمة، كذلك الأزمة العالمية وكذلك الأزمة التي بدأت 2008 إلى آخره. وبالتالي هذه الأزمات وهذه الأشياء لا تملك المعلومات الدقيقة حول انتهائها.
يعني تقلبات تكون سريعة قد تكون بطيئة، لا نعرف متى تنتهي، ولا يمكن أن نعرف إلا بعد أن تنقضي هذه الأزمات. طب الحال وباء كورونا مثال التعقيد لا كومبليسيتي، فهو يعبر عن وجود حالة وجود كم هائل من العلاقات والمتغيرات والمؤثرات مع ارتباطها بعلاقات سلبية يصعب الوصول إليها بسهولة أو تفسير الترابط بينها رغم توفر الكثير من المعلومات والبيانات حولها. طب الحل اليوم واقع العالم وهو أنه شديد التعقيد على مستوى العلاقات الدولية، على العلاقات الدبلوماسية، على مستوى العلاقات بين الشعوب، على مستوى العلاقات المهنية، كلها علاقات متعددة متشعبة معقدة. العنصر الرابع وهو الامبيغويتي الغموض، وهو عدم وضوح العلاقات السببية وصعوبة تفسيرها، فلا أحد يدري كيف حدث هذا الشيء أو لماذا حدث، وتنشأ عنها تفسيرات متباينة وآراء متعددة، وكمثال عليها اتخاذ بعض المنظمات قرارات لما بعد الأزمة قبل التعامل مع الواقع وتحليله بطريقة سليمة، بمعنى أنه اليوم هناك غموض ليس وضوح في الرؤية على مستوى ما يقع في العالم. إذن هكذا نشأ هذا العالم ذو العناصر الأربع التي تحدثنا عنها في عالم فوكا. الآن بعد أن تحدثنا على هذا العالم، عالم فوكا الذي نشأ نهاية التسعينات بداية القرن 21، الآن نرى كيف انطلقت الأجيليتي أو مقاربة أجيل التي انطلقت بعد إعلان أجيل، وهو إعلان الذي توصل فيه المشاركون في اجتماع لهم ما نعرفه اليوم بإعلان الأجايل أو إعلان أجيل، وهو يعتبر في الواقع تحول في النموذج الفكري في مجال إدارة وإنتاج البرمجيات، فقد عززت قيم ومبادئ الأجيل الاعتماد على قدرة الإنسان في التعلم من تجاربه كما قلنا سابقا، يعني المحاولة والخطأ، والاستفادة من الذكاء الجماعي، العمل في الفريق، وتحقيق الكفاءة والفعالية في الإنتاج. وتوصل المشاركون إلى 4 بنود رئيسية يجب الاهتمام بها لتحقيق منهجيات أجيل. أول بند من هذه البنود وهو التعاون، فتعاون ومشاركة العميل فوق التفاوض حول العقد، بمعنى أن اليوم أصبح للعميل أو الزبون دور مركزي في هذه العملية، وجلبه وتعاونه وشراكته ومشاركته في الإنتاج أو على الأقل في إعطاء الملامح الكبرى للإنتاج مهم جدا، أكثر من الأموال التي يمكن جنيها من خلال هذا العمل. ثم الأفراد وتعاملهم فيما بينهم، الأفراد وتعاونهم فيما بينهم فوق المنظومات والأدوات، وهنا تحدثنا كما قلت على الأفراد والتعاون والمحاولة والخطأ هي الأهم في هذه المقاربة. ثم الاستجابة السريعة للتغيرات فوق الالتزام بمخطط عمل محدد، ولهذا هذه المقاربة لا تؤمن بوجود برامج عمل ثابتة، بل دائما تدعو إلى المرونة
في بناء مشاريع العمل وفي بناء المخططات، وتدعو دائما إلى أن المخطط ينبغي أن يكون منضبطا للتغييرات التي تحصل في البيئة. ثم البرمجيات الصالحة للاستعمال فوق التوثيق الكامل، يعني دائما النسخة الحديثة تفوق النسخة السابقة، والتي تليها تفوق التي سابقتها، وهكذا الأمر. إذن هذه هي البنود الأربع التي ترتكز عليها أجيل. الآن بعد أن تحدثنا عن المبادئ الكبرى الأربع التي تم التطرق إليها، الآن نأتي إلى المبادئ الاثنى عشر، المبادئ الاثنى عشر التي عرفت بها الأجيل. والبند الأول إرضاء العميل أو الزبون، لأنه كما قلنا أن هذه المقاربة هي مقاربة تتجه أساسا إلى رفاهية الزبون. ثانيا الترحيب بالتغيير والانخراط فيه بشكل قوي وملتزم. ثم تسليم منتج بانتظام في إطار الدورة الإنتاج التي سوف نتحدث عنها. ثم مسألة أساسية وهي العمل كفريق متكامل. ثم التواصل وجها لوجه، الثقة في القيادة والدعم المتبادل. ثم تطوير مستدام للمنتج من خلال محاولة خطأ والنسخة أحدث من نسخة وإرضاء الزبون. ثم منتج يعمل، منتوجات تكون ذات قيمة. ثم الاطلاع على التكنولوجيات الحديثة. ثم المحافظة على البساطة في المنتج. ثم أن يكون هناك فريق يعمل بشكل ذاتي ومنظم بشكل ذاتي. ثم التدقيق والتعديل والتغيير كلما دعت الضرورة إلى ذلك. إذن هذه هي المبادئ 12 الخاصة بمقاربة أجيل المعتمدة. المبادئ الكبرى لحكمة أجيل لها أربع مبادئ كبرى، سوف نفصل في كل مبدأ على حدة. فهناك مبدأ التعاون الذي كما لاحظنا أنه موجود بقوة في كل الكلمات السابقة، وسواء كان في التعريف أو في كل التفسيرات التي جاءت لأجيل. القدرة على التكيف وهي المرونة، ثم الاستجابة السريعة، ثم التكرار بمعنى المحاولة والخطأ لنصل إلى المنتج الذي نريده، ندقق ونعدل ونسمح بالخطأ. أولا التعاون، فالتعاون بمعنى إشراك الفاعلين وفرق المشاريع والشركاء في موقف تعاوني وتشاركي. ثم تعزيز الذكاء الجماعي للابتكار. في الحالة أننا نتكلم على 14 تاع الأمور أساسية: ديالوج كونتيني أنتخ لي بارتي برونانت، لابرونتيساج كوليكتيف، سيستيم دانفورماسيون أوفير، إي بارتيسيباسيون كرياتيف. عمليا كيف يمكن أن نبلور هذا المبدأ في الممارسة المهنية؟
يمكن أن نستثمر هذا المبدأ من خلال إشراك المدرسين والمدرسات منذ البداية في البحث عن حلول لتحسين نتائج التعلم وقدراتها، وهنا نسألهم دائما ماذا يحتاجون، ما هي الأمور التي يحتاجها المدرس لكي يطور وكي يبحث عن الحلول من أجل تحسين التعلمات. كذلك إشراكهم في عملية الإصلاح منذ البداية عوض توجيه فقط القرارات الوزارية والمذكرات والمراسلات إلى آخره. ثم لابد من إشراك مؤسسات التعليم العالي في التكوين المستمر للمدرسات والمدرسين. إذن عمليا هذا التعاون الداخلي والتعاون الخارجي من أجل إنجاح الإصلاح وتحسين التعلمات بالنسبة لنا تحسين التعلمات التي هي المنتج النهائي. ثانيا القدرة على التكيف، القدرة على التكيف بشكل مستمر مع التغيرات أو التغييرات عن طريق استخدام معطيات صحيحة، كما سبق وأشرنا أن التكيف مع البيئة والبحث عن المعطيات الصحيحة التي تسمح لنا بتقييم الوضع واتخاذ قرار التغيير بحسب ما يتطلبه الوصول إلى المنتج الذي يرضي الزبون العميل. عمليا على مستوى مؤسسات تعليمية قدرة على التكيف من خلال تقييم المدرسين والمدرسات ومدى قدرتهم دائما على العمل لتحسين نتائج التعلم، وكذلك خلق حوافز لتحسين التعليم. دائما خلق التقييم للمدرسين والحوافز للمتعلمين مسألتين أساسيتين من أجل خلق هذه القدرة على التكيف، قدرة على العمل بشكل مستمر والبحث عن الحلول بشكل مستمر. ثالثا الاستجابة مع العملاء والمستخدمين، تلبية الاحتياجات وكذلك التحسين المستمر والإنتاج المشترك. عمليا نبحث في كيفية إشراك التلاميذ والآباء منذ البداية في البحث عن الحلول. دائما الاستجابة لها علاقة بالعملاء، والآباء والتلاميذ هم زبناء وعملاء المدرسة، ولا سيما في المناطق الريفية، وكذلك البحث عن الحلول للوصول إلى هذه المناطق. أخيرا التكرار الذي هو إعطاء الإمكان للتجربة والمخاطرة من خلال التعلم من محاولة خطأ، وهذه العملية التي يمكن أن نسميها بالتجريب، تجريب الوسائل، تجريب الطرق، تجريب المناهج، والقبول والتسامح مع الخطأ باعتباره مدخلا للمحاولة والنجاح. عمليا يمكن خلق مختبرات للتجديد البيداغوجي حيث نجرب المناهج والبرامج والطرق والوسائل للوصول إلى الأفضل. الآن سوف نتحدث عن منهجيات آجيل، والواقع أنه يتعلق الأمر بمنهجية آجيل في مقابل إذا صح التعبير منهجية التقليدية. منهجية آجيل هي منهج تفكير أو ذهنية Mind Side تشجع على التعامل مع العقل التوليدي للإنسان اللي هو الابتكار، حيث تتيح إمكانية إبداع أطر عمل وآليات جديدة تتناسب مع طبيعة العمل وظروفه. فقط شريطة الالتزام بالمبادئ الأربعة التي تحدثنا عنها في إعلان آجيل.
ومن هنا انبثقت مجموعة من أطر العمل framework والآليات لي بروسيسوس أو لي بروسيس التي تقوم على هذه المنهجية، ومن أشهرها الإكس بي ولين سكريم كامباك وغيرها. وهناك منهج سكريم الذي هو أكثر رواج واستعمال، وفي الحقيقة يطلب هذا المنهج التوسع فيه، ولكن يمكن في فترة في فرصة قادمة، لأنه يعتبر المنهج الأكثر تداولا حيث تضيف مقاربة أجيل بشكل عملي وملموس. الآن نقارن بين المقاربة التقليدية ومقاربة أجيل. في المقاربة التقليدية نضع الهدف أولا، وحينما نضع الهدف لكي نحقق هذا الهدف نقوم بتقوية قدرات الفاعلين وتحديد الموقف تجاه التغيير، ونبحث عن التغيير المؤسسي. هذه إجراءات نقوم بها ونصل إلى نتيجة معينة، ولكن هذه الإجراءات تكون من أجل تحقيق الهدف المحدد سلفا. فيما يخص مقاربة أجيل، نضع الهدف ثم نضع النتيجة المتوقع الوصول إليها، ثم نقوم بهذه الإجراءات من أجل تحقيق النتيجة التي تم وضعها والتي ستتم المحاسبة على ضوئها أو على ضوء المؤشرات التي تؤكد نسبة تحقق هذه النتيجة، فهي أكثر براغماتية وأكثر قربا من قضية ربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث يكون المحاسبة على النتيجة وليس على الهدف، لأن الهدف هو تخطيط، الهدف هو تخطيط، أما النتيجة فهي تدبير، فهي تدبير، بحيث الهدف قد يكون متسعا لكن الظروف المحيطة والبيئة التي تحدثنا عنها سابقا قد تجعل من تحقيقه مستحيلا. في حين أن مقاربة أجيل هي مقاربة مرنة تستطيع أن تتكيف مع البرامج والمخططات ومع الظروف المحيطة، وتعدل دائما في خططها، ولكن من أجل الحصول على النتيجة المتوافق حولها. إذن هذا هو الفرق ما بين المقاربة التقليدية ومقاربة أجيل. نختم بسؤال حول حدود وإمكانية تطبيق مقاربة أجيل في المؤسسات التربوية. كما قلنا سابقا أن مقاربة أجيل هي مقاربة خاصة بالشركات، شركات المعلوميات وإنتاج البرمجيات، متعلقة بالقطاع الخاص، لكن السؤال هل يمكن أن نستعملها في القطاع العام وفي المؤسسات التعليمية بصفة خاصة؟ هناك بعض الاقتراحات فقط، أولا لابد من تطوير ثقافة مؤسسية تقبل التغيير. إذا كانت لدينا مؤسسة مقاومة للتغيير فلن نستطيع أن نستعمل هذه المقاربة. هذه الثقافة تقبل التغيير بأدوات تسهل التكرار السريع، دائما نسمح بالخطأ والمحاولة والوصول إلى المنتج الأحسن، وأن يكون كذلك قابل للتكييف مع كل الظروف، حيث البرنامج والمخطط غير مقدس وغير متسلط، ينبغي أن يكون عملي مرن، وذلك من أجل ضمان استمرار أهمية وتميز المؤسسة على مدار العقد
العقد المقبل، العقد المقبل ديسي. أولا المرونة والانفتاح في وضع البرامج داخل المؤسسة التعليمية. لا بد أن حينما نضع البرنامج نضع ملاحظة تحت هذا البرنامج بأنه يتم تغييره طبقا للظروف كذا وكذا وكذا. ثم لا بد من إرفاق البرامج والمخططات بخريطة للمخاطر التي تؤكد أنه في حالة وجود هذه المخاطر يتم الاستدراك والعمل بالخطة الموالية. ثم اعتماد مقاربة مرنة ومبتكرة تجاه هياكل البرنامج. لابد من أن تكون لدينا مقاربة فيها مرونة غير متصلبة سواء في مستوى فرق العمل، ولهذا مقاربة أجيل لا تعترف بهذا النظام الهيكلي للمؤسسات، وإنما تعتمد نظام العمل بالفريق، الفريق المتعدد التخصصات، المتعدد التخصصات. وفي العديد من المؤسسات اليوم نرى أن هذه العملية تعتمد بشكل جزئي من خلال الحركية داخل الموظفين، يشتغلون في هذا القسم أو هذه المصلحة ثم يشتغلون في هذه المصلحة من أجل خلق الموظف المتعدد الاستعمال إذا صح هذا التعبير، أو المتعدد التوظيف إذا صح هذا التعبير. ثم الابتكار والشمولية في المقاربة التعليمية التعلمية. ثم التصرف بقيادة وحنة تجاه القضايا والرهانات العلمية والاجتماعية بنوع من التفكير، بنوع من الاستباقية في التعامل مع هذه القضايا والرهانات. نتحدث الآن عن عوامل تساهم في التغيير داخل بيئة أجيل. من أهم هذه العوامل فاكتور التزام المدبرين والفاعلين بالنتائج، ليس بالأهداف وإنما بالنتائج. نضع النتيجة ونلتزم بأن نصل إليها، والمخططات التي نراها اليوم في الإصلاح دائما تضع النتيجة هي نصب الأعين وتخطط بالنتيجة ولا تخطط بالهدف. ثم مقاربة أجيل هي حالة ذهنية إيتات ديسبري منفتحة تجاه التغيير. تقسيم المشروع إلى أهداف صغيرة وتحقيق نتائج سريعة لبث الثقة في سيرورة الإنتاج وشموليته واستمراريته. التواصل المنتظم، تسامح مع المخاطر والقبول بالخطأ والسماح بالمحاولة مرة أخرى. ثم التعلم وبناء القدرات لدى الفاعلين من خلال نهج تكرار خطأ محاولة خطأ محاولة خطأ محاولة. ثم التغيير ينبغي أن يكون من خلال العمل، من خلال تكرار خطأ محاولة يأتي التغيير من هذا، ولا يأتي من الأمور النظرية، ولكن يأتي التغيير دائما من الميدان. بعض المقترحات لمجالات تطبيق هذه المقاربة يمكن أن نطبقها في لينيغاليتي سوسيال في ما قبل التندرس التي نعرفها اليوم، ولا سيما في المناطق الريفية، وكذلك بين الجنسين الذكر والأنثى. ثم من خلال تحسين ممارسات التدريس، ثم من خلال قيادة التغيير في إطار تنفيذ المشروع، ثم في آليات المؤسسة والخيارات الفاعلين، ثم في تحدي التنسيق والتعاون في مجال التعليم، تحدي بناء وتقوية القدرات، إدارة المخاطر، ولا سيما تلك المطروحة على المستوى السياسي والمؤسسي والحكامة. هذه بعض المجالات التي يمكن أن نطبق فيها مقاربة أجيل. لا أريد أن أطيل أكثر،
هذا باختصار ما يمكن أن نقوله حول مقاربة أجيل باعتبارها مقاربة مبتكرة جديدة تبرز تثاقف المجالات والمشارب والمعارف بين هذه المقاربة الوافدة من مجال المعلومات إلى مجال الإدارة وبالخصوص الإدارة التربوية. أشكركم على حسن تتبعكم لهذا الدرس، ونضرب إن شاء الله موعدا في الدرس المقبل، وهو الدرس الرابع والأخير خلال شهر رمضان الأبرك 1442، وإلى الملتقى.